بتفتتح شركة الباتروس القابضة للسياحة والاستثمار فندقها الجديد في 19 مايو 2017، وبيحتوي على أكبر أكوا بارك بالشرق الأوسط بمدينة شرم الشيخ. المشروع على مساحة 220 ألف متر واستثماراته حوالي 1 مليار جنيه. الحقيقة أن الفندق فيه خدمات كتير، منها أكتر من 19 حمام سباحة، نادي صحي، سبا، وكمان مطاعم عالمية، فبكده تقدر تجذب السياحة الداخلية وكمان الخارجية. ودلوقتي بنتشرف بالاستاذ هشام الدميري رئيس هيئه تنشيط السياحه. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا دنيا، اهلا وسهلا. حابه حضرتك تقول لنا كلمه بمناسبه افتتاح الفندق الباتروس النهارده. الحقيقه انا سعيد جدا جدا ان دي ان انا موجود النهارده في بمناسبه افتتاح هذا الصرح. يعني الحقيقه انا شايف ان هو اضافه كبيره جدا جدا لشرم الشيخ. البنيه الاساسيه لشرم الشيخ محتاجه ان احنا فعلا نضيف العديد من الخدمات زي الاكوا بارك، زي السينمات، زي المسارح. مش كفايه ان احنا فعلا يكون عندنا غرف بس، فانا شايف ان دي اضافه كبيره جدا جدا، وتفكير الحقيقه تفكير يعني استراتيجي وكويس جدا جدا من المستثمر الاستاذ كامل ابو علي. حضرتك شايف ان دعوه الفنانين المصريين وطبعا الاجانب زي عائله كريستيانو هتاثر ايجابيا فعلا في السياحه؟ طبعا حضرتك، احنا السياحه دلوقتي او الترويج لاي منتج سياحي ما بقاش بس عباره عن حمله دعائيه، محتاج ان احنا فعلا نخلي ناس تتكلم بالنيابه عننا، ناس طبعا من مشاهير العالم سواء على المستوى الرياضي او او السياسي او الثقافي او الفني. الناس دي طبعا لهم اعداد كبيره جدا جدا من الفولورز، بيسمعوا الكلام اللي بيقولوهم، مجرد ان هم يعني بيطمنوهم ان البلد الانفراستراكشر بتاعتها كويسه، الشعب مضياف، الهوسبيتاليتي كويسه، فده طبعا دي رساله مهمه جدا جدا. طب احنا فعلا يعني احنا عندنا احسن اماكن في العالم والجو تحفه، ايه اللي ناقصنا؟ ايه اللي ناقصنا عشان فعلا الناس دي تجي لنا بسهوله؟ ناقصنا، بص يا فندم، السياحه عباره عن صناعه كويس، المنتج ده احدى الاطراف،
يعني في بلاد كتيره جدا جدا عندها منتج سياحي وما عندهاش سياحه، يعني بلاد كتيره جدا افغانستان عندها اثار، العراق عندها اثار. في دايما الاستقرار السياحي بيجي بعد استقرار سياسي وامني ومجتمعي واقتصادي، ده حاجه. الحاجه الثانيه ان هي المنتج اللي عندنا ده عباره عن الماده الخام، عشان نقومه لازم يكون في منظومه طيران، في منظومه انفراستراكشر، منظومه. عشان كده احنا بنقول ان السياحه لازم نتعامل معاها كصناعه، وده الحقيقه اللي احنا فعلا بنتعامل معاها دلوقتي، ان هي كصناعه مرتبطه بالاثار ومرتبطه بالطرق ومرتبطه بالكباري ومرتبطه بالفيز ومرتبطه بالطيران طبعا قبل اي حاجه. فاحنا طبعا محتاجين ان احنا نركز نشوف ايه اللي هينمي السياحه من العوامل الثانيه، نحاول ان احنا فعلا نشتغل كفريق عمل واحد عشان نشتغل مع هذا المنتج على ان هو يصبح في الصوره النهائيه بتاعته كمنتج سياحي. طب ازاي برضو نشجع السياحه العربيه؟ يعني انا الحقيقه اليومين دول شفت ناس من الجزائر، ناس من الرياض، ده معناه ان في فعلا سياحه عربيه، فازاي برضو نقول لهم يا جماعه تعالوا شرم الشيخ جميله، ده في حاجات مشاريع جديده بتتعمل، نقول لهم ايه؟ هو طبعا الاخوه العرب دول احنا يعني بنعتبرهم ده بلدهم، يعني احنا ما بنقدرش نقول ان دي بالنسبه لهم سياحه، هم فعلا بييجوا بلدهم الثاني، اصبحوا ان هم يعرفوا مصر اكتر مننا احنا كمصريين، مرتبطين ذهنيا وعاطفيا ووجدانيا بالبلد، ودي حاجه الحقيقه بتسعدنا وبنرحب بيهم في اي وقت. محتاجين طبعا حملات الدعايه تكون اكتر من كده، تسهيلات طبعا، قطاع الشركات وقطاع الفنادق طبعا اللي هو القطاع الخاص لهم دور كبير جدا جدا ان هم يستقطبوا هذه الشريحه بمختلف اعمارها وبمختلف طوائفها، من 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 اطفال لعائلات لهاني مونرز، في سيجمنتس كتيره جدا جدا. احنا بس عايزين ان احنا نفكر بطريقه مستحدثه اكتر من كده، وده بالفعل احنا بدانا نعمل حاجه زي كده، وان شاء الله انا متفائل جدا بالنسبه للسوق السياحي العربي السنه دي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. اتشرفت بحضرتك، شكرا. شكرا، ميرسي، شكرا.